نواصل معكم فقرات هذه الحلقة، ومن المقالات والتحليلات السياسية هذا المقال اخترناه من أحد المواقع الصينية، موقع جوانت شا سي إن الصيني، والذي كتب تحت عنوان الحوثيون تمكنوا من البصق في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. تناول موقع جوانت شا سي إن الصيني تقريرا عن العمليات اليمنية التي استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية إيزنهاور، حيث أفاد التقرير أن قصف القوات المسلحة اليمنية حاملة طائرات أمريكية يتسبب في مشكلة كبيرة، فهو ينذر بتراجع مكانة الولايات المتحدة العالمية. وأضاف التقرير أنه وبطبيعة الحال لن تغرق إيزنهاور نتيجة لذلك، ولن تفقد فعاليتها القتالية، لكن هذا الانفجار أثار مشكلة كبيرة، فقد تم تدمير صورة المهيمنة للولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص على الإنترنت يحبسون دموعهم وينشرون على منصات مختلفة لإثبات أن الولايات المتحدة أفضل حالا، قائلين إن الحوثيين يخادعون ويتهمون مستخدمي الإنترنت بالتردد الأعمى والجهل بالعلم والمعرفة العسكرية والافتقار إلى معدل الذكاء. لقد ثقب الحوثيون الطوطم الروحي لأمريكا تماما كما يخترق البالون بإبرة. وعن إنكار إصابة الحاملة، قال الموقع الصيني أن أفضل طريقة لإثبات أن حاملة الطائرات آمنة وسليمة هو عقد يوم مفتوح لحاملات الطائرات والسماح للصحفيين من مختلف البلدان بالصعود وإلقاء نظرة. وتناول الموقع منشور عضو السياسي الإعلام محمد علي الحوثي الذي تحدث فيه بأن أفضل طريقة لإثبات عدم تعرضها للهجوم وإظهار الوضع الأصلي من خلال البث المباشر عبر الإنترنت. وتساءل التقرير بالقول هل من الصعب على الولايات المتحدة تلبية مثل هذه العمليات البسيطة؟ لماذا تهتم بالمطبخ والسطح؟ مضيفة أنه وفي عصر الإنترنت يعد البث المباشر أكثر فعالية بكثير من المقالات المطولة في صحيفتي نيويورك تايمز وبلومبرغ. ووفق التقرير فإن قوة مسلحة تابعة للحوثيين تمكنت من البصق في وجه الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، والتي لخصها بثلاث استراتيجيات: الأولى دعم نظام عميل مطيع تماما للولايات المتحدة، والثاني تقسيم اليمن، والخيار الثالث المتمثل بإغلاق اليمن في حرب أهلية. وختم التقرير بالقول أن الولايات المتحدة فقدت هيبتها ولا تجر على التحرك، وهذا ما تراه الدول العربية والعالم أجمع.